هادي زوينه بزاف. دودونه بفلون البيض، هاد البيجامه الصراحه عجباتني بزاف. هادي نوريكم وضحكوا عليا، عرفتي هاد الكيط ما شريتها واعره اللي عجباتني. شوف هادي حتى هي ديال طومي جيري، هاد الكيط ما زوينه وانا عجباتني. على سفيان اللي عجبو قال لي عشان هادي زوينه ديال العصير هي، وكيديروا التواركه بزاف يحيدوا العين زعما. صراحه ما عرفتش كيفاش على بعض الناس اللي كيبقاو يتنمروا هذا. صافي عاجبني راسي انا بحال هكا. كوكو الحباب الزوينين، شخباركم؟ الله يحفظكم يا وين جيكم كاملين. صراحه في هذا الفيديو بالخصوص ما بغيت حتى واحد يكون معايا لا في المقدمه لا والو، بغيت نقول لكم واحد بزاف ديال الحاجات اللي لقيتهم في اخر فيديو على المدابزه ديالنا انا وسفيان. بزاف ديال الناس صراحه قالوا شي حاجه اخرى، وبزاف ديال الناس قالوا داكشي اللي كنا مخاصمين عليه، لانه سفيان كان دانوسو كاينه بينو ووضحوا بزاف الحاجات. وكنت بغيت نقول انا ولا لاحظتوا سفيان اللي حبسني. اكيد سفيان ما ليش يعجبو الحال، غادي نقول هادشي اللي كنت باغا ندير، لانه شحال من مره حبسني ما نقولوش. ولكن زدتو فيه الصراحه بزاف ديال الناس، وقبل ما غادي نقول لكم شنو كنت غادي ندير، بغيتكم تفهموا انا السبب اللي علاش درت العمليه ديالي. قبل ما غادي نهضر غنخليكم في هذا الفيديو غتشوفوه كامل عاد غادي نهضر انا. علاش فائزه دارت عمليه التكميم على قبل بزاف ديال التنمر اللي تعرضت ليه على الناس، على قبل المحلات اللي كنت تمشي لبس حويجات وما كنلقاش قدي. فائزه اللي كانت قبل ماشي هي فائزه دابا، صراحه الله لقيت تغيير كبير. اي حاجه كنلبسها كانت قدي، كان التصوت ديالي تبدل، الدهونات اللي كانوا عندي شحمه بزاف ديال الحوايج كنطلع كنزل وليت خفيف. الله ننصح كل حبيب غليظ يدير عمليه التكميم، غادي يلقى راسو غير ان شاء الله. واي حاجه كنديروها الا وجربناها فينا حنا خير مثال. العملية نجحت ليا 100% الحمد لله. فوالا الحباب، بالنسبة لعملية التكميم درتها أكثرية على قبل التنمر اللي كنت نسمعو بزاف من عند الناس بزاف ديال الحويجات، ولهذا عاوتاني منين ساليت هادشي بداو كيتنمرو عليا على بزاف ديال الحاجات. ولكن تنمروا عليا بزاف على النيف ديالي. فايزة ضعفيتي وجهك ضعف ونيفك طوال. جيت انا بداك التنمر وهذا كنت بغيت ندير لوبيراسيون النيف ديالي نقصو شويه، وهذا عمليه تجميل ليه. جا صوفي عكس ليا، وكنت انتريسي الصراحه ماشيه تما باش نديرو، عكس ليا دابزنا قنعتو ما بغاش وريتو، قال لي لا هو بزاف على هادشي صافي كوني الصراحه. المهم نصحني بزاف ديال الحاجات وكيبقى فيا الحال الصراحه. الله التنمر ديال الناس حيدوني انا، نهضروا على انسان اخر مسكين مضرور من شي حاجه مثلا غليظ كان وصلوا لي الميساج بواحد الحاجه اللي زوينه. ماشي صراحه ما عرفتش كيفاش نهضر، ولكن هذا الموضوع ضرني بزاف وما بغيتش الصراحه. يا ربي حبابي الناس اللي كيكتبوا كومونتير خايب، الا بغيتي تكتب كومونتير خايب شي حاجه بلا ما تكتب انت كاع غدي سيئه واللي في راسنا في راسنا يعني. وعاوتاني على التنمر ديال النيف، صافي انتم انا يا ضعافيت مشيتوا النيف ندير النيف تمشيو لحاجه اخرى صافي بزاف. ستوب 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 الحباب ستوب، كندوي ماشي عليكم كاملين، بعض الناس بعض لي كومونتير يعني. صافي انا ما غادي ندير والو باش ما ندير شي حاجه، انا باش نرضيكم نتوما دائما على بعض الناس اللي كيبقاو يتنمروا. هذا صافي عاجبني راسي انا بحال هكا وبخير الحمد لله. انا صافي المقدمه هضرت فيها بحال هكا وما عرفتش واش وصلت الميساج ولا لا، ولكن انا بوحدي بغيت نوصل الميساج اكثر من هكا، ولكن صافي كنتمنى يكون الميساج وصل لكم وصافي. في هذا الفيديو او ميم طون بغيت نوريكم الحويجات اللي شريت من تركيا ونبارطاجي معكم الصراحه الحويجات اللي شريت. كلشي تيقول لي فوالا عندنا حوايج حنا في المغرب مالكم هذا، ايه السلعه ديال تركيا كاينه في المغرب، غير هي في تركيا الا كنتي تاخذها بواحد الثمن اللي زوين غتجي للمغرب غادي تشريها من عند الحانوت فوا 3 وبفلوس مغربيه،
مي تما كتخلص بالليره، يعني غتاخذها رخيصه ديال بصح. نوريكم حاجه بحاجه، انا الاكثريه خديت الصراحه هادو طالعين، لانه كنت مكثره من السبرديلات بزاف بزاف بزاف. خديت هادو، وخاصكم تعرفوا باللي تما كان البرد والشتا ديال بصح، جاب الله حتى هنايا غادي تكون بحال تقولوا تخديت بزاف ديال هادو سخان. مي ماشي مشكل، حتى حاجه ما كتهضرت، نبقى نديرهم في الدريسينغ ديالي ان شاء الله اللي كيوجد في الدار ديالي، وغادي نستعملهم لانه عجبوني ديال بصح وقاصحين. وهذا بالنسبه لهنايا تاخذوا بواحد 400 درهم بحال هكاك، الا ضربتيها فوا 3 تما، ديما ضربوا فوا 3 32 كانت فاصلة 500 ديال الصرف. عشي باقا مخربقه في داكشي الصراحه اللي قلت لكم في مقدمه، ولكن غادي ننسى، وكنتمنى نكون وصلت لكم الميساج. المهم انا غادي نشارك معكم البيجامات اللي خديت، وغادي نبدا بالصبرطات اللي شريت. فوالا، هاد الصبرط كاين الحاجه اللي باقي ما شريتهاش، وحاجات الحاجات اللي لبستها، والحاجات اللي مازال ما لبستها، بحال هذا معمري لبسته وباقي ما لبستوش. شريت هذاك شريتهم انا من المغرب، مشيت بيه لاحظتو البوست اللي حطيت اللي حطه في الانستغرام، اللي حطه في الانستغرام. خديت هذا تاهو، خديت هذا طالون زويون، كنت لبست واحد اللبسه جاتني زوينه، الا كنت صورت بها غنخليها لكم هنايا. الصراحه عجبني بزاف هذا، كيتلبس مع الجينات، كيتلبس مع هذه البانطوفه خديتها باش تما كنت ندور في الدار. هادو صبرديلات بحال خديت وحده في هذا اللون، في هذا اللون عرفتي فريمون واعرين بزاف بزاف بزاف. هادو ما ندمتش عليهم، ما ندمتش عليهم. خديت هذا، اي حاجه لقيت التصويره ديالها الا كنت لبستها وما بوستيتهاش في الانستغرام نحاول نحطها لكم هنايا. هذا شي حاجه اكثر من واعر، حيت حمقني ديال بصح وعجبني بزاف وخديتو. هذا البوتيو، هذا تقريبا بحالو، مازال ما لبستوش هذا نهائيا، مازال جديد مازال ما لبستوش. صراحه شريت حويجات لانه ما تنساوش الحوايج ديالي كانوا كاملين، ما بقاوش يجيو قدي نهائيا، واضطريت باش نشري حويجات لانه وليت نلبس داكشي كبير ما يمكنش. راك ديجا درت الفيديو وقلت لكم باللي وريتكم الحوايج كيفاش ولاو كبارين عليا، لانه مابقات انت قدي حتى حاجه. هذه زوينه بزاف، ولا تصورت هي غادي نوريكم كيفاش جاوني، عرفتي فريمون هادي ما ندمتش عليها حتى هي بحال السبرديلات. ايوا، وهذا تدم الصراحه واعر واعر بزاف، عجبني بزاف. فوالا، انا هي عرفتي هادشي اللي كثر ليا من الباكاج، عرفتي تقالين تقالين بزاف. انا نحيد هادشي ونجبد الشنطات باش نوريكم بيجامات والاشياء اللي خديت. فوالا لي زامي، دابا غادي نوريكم شنو شريت من تركيا، واحد لي شوميز زويونين وبيجامات واعرين. اول حاجه بعدا باش نوريكم، خديت هاد المنطوات، عرفتي تما كان البرد ديال بصح، وهذا صراحه رحمني الله يحفظه وينجي، عرفتي والله العظيم عرفتي سخنني ديال بصح وزويون ديال بصح. هذا خديت هذا صراحه، غادي نصلح لهم هنايا. وخديت هذا حتى هو زوين، الا شفتوا في التصاور اللي حطيت لكم ديال السبيطات غتشوفوني باللي لابسه، جاني زويون حتى هو. وخديت هذا بيض، فلون البيض دودونه بفلون البيض، راه حتى هي تشوفوها كنت لابسه هنايا مع الصبابط. ما وريتكمش لي زامي هاد السبرديله شحال شحال زوينه، شحال غاليه، ماشي زوينه. هادي خديتها اديداس، بغيت نشري شي سبرديله تكون واعره ديال بصح، صافي خديتها ونفعتني بزاف. يلا حطو حتى هي تصورت بها، راه حطيتها لكم في التصاور، ولا ما نضلش حطيتها في التصاور كاع، ما حطيتهاش تلقاوها هنايا. المهم دابا ندوزو البيجامات زعما شنو تقديت، نحط هادو هنايا. كتشوفوا البيت بحال هكا لانه لي زامي نتوما عارفين الدار ديالي كتصوب، سكينه مخليه لي هنايا الدار ديالها الله يرحم لها الوالدين.
حوايجي كاملين حطاهم في هذا الكونت، وأو ميم طون حوايجي ما حطيتهمش ما ستبتهمش ما والو، لأنه حيت الماري وحيت كل شيء غادي يبقاو في الشنطة بحال هكا، ما بقى لي والو. قال لي المعلم ويكمل لي الدريسينغ باش نستف داك الشيء يبقى مزيان ما يتكرفصوش لي حوايجي. كيف صراحة تكرفصو بزاف ديال الحوايج في الرحيل، وهادشي الله يحسن العوان، عرفتي حتى حاجة ما سهلة قسما بالله. بلاتي نسالو في هادي عاد نطلعوك نتيا. صراحة الشوانط، هاد الشوانط الله يرحم لهم الوالدين، دوس بهم بزاف ديال التصافيرات والصحاح الصراحة الله واعرين. الواحد إلا شرا من الأول شي حاجة زوينة ما عندهم مناش علاش يشري وحد آخر. صراحة كنت خديت هاد السريويل راه يمكن شفتوه، عرفتي زواون ستيل زواون بحال هكا عجبني. ها البيجاما، هاد البيجاما الصراحة عجباتني بزاف. الله يخليكم الله يخليكم، وليت نلبس طاي ام ال اكشلي ام. هاد البيجاما عجباتني، جاتني كيوت ولبس وشريتها. تخيلوا معايا لي زامي اي حاجه نوريها لكم بواحد الثمن مناسب تما، وصيف غير الا جيتي لهنايا بغيتي تاخذهم راه كلشي عندنا في المغرب، غير هي الاشمنه والكيلوات جايين علاش ما تمشيش تقدم تما وتجيب. غير الحاجه اللي تقلبت فيها في الاول ما بغيتش نتقلب فيها في الثاني. في الاول خليت التيكيتات في الحوايج في المطار، تيجيب لهم الله الديوانه ولا هذا شي حاجه تبيعها تما ولا هذا. هذه المره ما تقلبتش، حيت التيكيتات حيت كلشي بحال الحوايج اللي كنستعملهم. المهم هاد البيجاما عجبتني حتى هي شريتها وخديت هاد البيجاما. هادي هي السريويل ديالها، رطيت بان غزلان بحالها في لون الزرق، بحالها تقريبا في لون الزرق، ماشي تقريبا بحالها هكا في لون الزرق. هي السريويل ديالها، هادو بيجامات، لانه بيجامات كيف قلت لكم اي حاجه نوريكم، لانه الحباب ما بقاوش كيجيو لقدي الحوايج. تخيلوا معايا هذاك تخديتو عجبني، انا عجبني في هاد المشيشة بحال هكا، وهذا التريكو زوين وسخون. غادي نوريكم ضحكوا عليا سريويل ديال الكوير اللي كان قطع لي سفيان، سريويل ديال الكوير اللي كان قطع لي سفيان، عجبني هذا بزاف فيه الجيوبة وهذا. المهم ضروري ضروري نشري انا سروال الكوير ضروري. هادي بعدا والله الا هزات لي، واخا كانت كديرها فيها الحوايج هزات لي تصاور. ايوا نجيو لهنايا، عرفتي راه فدا الدبيله الطويان ديال الحوايج من بعد ما نسد الكاميرا. الله يربي الله، اوكي معليش نوريكم، لانه قلتوا لي فايزه ديما كتورينا المشتريات ديالك وهذا. ما شفت الصراحه اول حاجه ما جبت حتى شي واحد شي حاجه، لانه قبل ما نمشي قلت لهم فوالا انا الكيلوات، انا ما كرهتش نجيب لك كلشي، ولكن اللي ما كيزعمكش تجيب هو الصراحه الله الكيلوات. ما جبت حتى شي واحد شي حاجه، لانه ديك المشيه ملي مشيت كنت جبت لا فامي ديالي كامله، وما بغيتش ندير الفرزيات، قلت يا نجيب لكلشي يا ما نجيب حتى شي واحد. هاد المشيه الصراحه خاصه لانه شفت راسي ما عنديش الحوايج، والحوايج ما بقاوش كيجيو قدي، نبرع راسي حوايج. ايوا الحباب هذا ديجا شفتوني به في الفلوغ، هو اللي جيت به عجبتني التشميز بزاف، تلميذه صغيره بس شريت هذا التريكو، هو اللي شفتوني به في الفيديو. عرفتي هاد الكيط ما شريتها واعره للصيف صراحه، غاليه هادي غاليه تما، عرفتي هادي تتباع هنايا بزاف. شريت هادي عرفتي فريمون هادي واعره حبيتها انا، هادي حتى للصيف نضرب لكم ليها شي بوست في الانستغرام. ملي كنقول الانستغرام اي حاجه كان ستوريات اليوميات ديالنا، لا انا
لا سفيان كنديروا ستوريات ديالنا، داكشي علاش نقول لكم اش افوناو معنا في الانستغرام تشوفوا اليوميات ديالنا هالفوق ديالها. فريمون هادي عجبتني بزاف، ومني لبستها شوفوا غادي نوريكم، ولكن منين تتلبس الحاجه عاد تتبان اكثر. هادي بعدا وديديكاس للصديق الحنون ديالي العربي، هو اللي زعم لي ناخذها 100%. سيرتو ملي لبستها وهذا قال لي هادي ما خديتيهاش سير تنعسي، قلت والله حتى ناخذها لي عليها. خديت كيت مات خديت هادي الفوق ديالها، هادي الفوق ديالها صراحه زوينين سخانين ورطيبين. هادي باقي ما لبستهاش، لبست القاصحه. خديت عاوتاني هاد الكاتمه فوق ديالها، هادي باقي ما لبستهاش قبتي كيسه الان الله يخليكم. واخا الان تجيني كبيره يعني الام، بغيت نلبس الام. هادي ديالها، هادي بيجامه، هادي بيجامه زوينه عجباتني طيبين. هادي بيجامه السروال ديالها، هادي شنو هادي، هادي الام، ها هي الام. هادي بحال تريكو شوميز زوون. ايوا هادو هاد البلاصه سيني من نطوي الحوايج والله الا راه بدات تبيله، ولكن لي كومونتير اللي خلاوني ماكش صراحه بغيت نبين حتى اللباس وهذا، ولكن قالوا لي فايزه ديما كتبارطاجي معنا مبارطاجيتيش معنا، قلت علاش لا والله تنبارطاجي معاكم. خديت هادي هاد قويميجا عجبتني الصراحه، وهادو ديال الصيف، هادو ديال الصيف زوينين. هادي قويميجا زوينه حتى هي حمقاتني، هادي مبارده خديتها بحالها فهاد اللوين هي عجباتني بحالها فهاد اللوين. شنو هي هادي الام، الال، هادي الال وهادي الام، بانت لي كبيره. خديت هاد الشوميز، شوميز صراحه عندهم حوايج واعرين صراحه الله. خديت هاد الشوميز، شبعت راسي شوميزات، شوميز ايوا، وهادي شوفينا لكم مزيان، هادي عجباتني شوف خفيفه عرفتي ديال الصيف. هادشي حاولت ناخد شي حويجات ديال الصيف عاوتاني، لانه ما فهمتش انا هاد الجو عندنا في المغرب، ما تعرفوا صيف ما تعرفوا الشتاء، ما عرفتي تما تكنزيز ديال البرد، تكنزيز ديال البرد. وتا هادي عجباتني هاد الشوميز، تريكو شوميز زوين شي باقي ما لبستوش، هادشي باقي ما لبستوش. هاد التريكو حمقني، كنت ديجا لبستو تما، يمكن درت فيه شي بوستو، يمكن الا درت بيه شي بوست غنوريكم. عجبني هاد التريكو، الله الله هذا بحال الغوص، بحال هاد الغوص. هذا اللي كنت وريتكم في البوست مع السبرديله، وهاد القويمي هادي دودونه البيضاء صراحه زوين وعجبني هذا. الكرونه جات معايا هاد الشوميز حتى هي، شفت شي بحال لي هنا سديت عليها هادشي كيفاش. المهم هاد الشوميز تقريبا بحال الشيبيه، تقريبا بحال الشيبيه
هذه هي الام الام شبعت راسي حويجات الصراحه الله. هذه هي شميز، هذا تريكو سخيخن، هذا تريكو سخيخن، هذا سوا تريكو رطاب كنت نلبسو تحت من شي حاجه فيها بحال دابا متقب. في الاول تصيت خرجت بلا تريكو لتحت بصوفيت ما عرفتش جاب ليا البرد، ولكن من بعد مشيت اول حاجه شريت هذا التريكو بعد سخني هذا من لبسو واعر حمقني هذا التريكو بزاف. اي حاجه لقيت فيها بوست كديرها نوريها لكم هنا. هذا حمقني هذا التريكو ديال بصح. هادو بيجام، هادي بيجامه لا نخليها هنا لانه الكماله ديالها تما. هاد السروال شنو وقع ليا ليه؟ هاد السروال حمقني بقوه، حمقني شريته ولكن الحاجه اللي لقيت فيه هي كيطلق الخمله، هي كيطلق الخمله. كاينين واحد اللعيبات كيداروا عرفتي عجبني ديال بصح وحتى في اللبس عجبني، غير هو الحاجه اللي فيه تطلق الخمله. هاد السريوي هادي بيجاما قال مقروبه ام، هادي ام هادي بيجاما هي والسراويل ديالها. شي بيجامات عندهم زوينين هي والسراويل ديالها عجباتني. ايوا حنا سالينا هاد الشنطة ندوزو للشنطة الأخرى، ندوزو للشنطة الأخرى. شنطة كبيرة دابا هاد الشنطة الكبيرة كديرها فيها قسمت هذا الصبابط ما بين هاد الشنطة و هاد الشنطة الموين. انا كاين داكشي ديال المكياج شريت شي لعبات المكياج تما عندهم مكياج زوين. لي زامي طيب طلعتني كرشي شريت هاد الكيط ما عجباتني ديال طومي جيري، وانا فان ديال طومي جيري. كاين سبحان الله العظيم عرفتي داكشي اللي شفت عاوتاني كنعاودو ما كنملش منه. شكون بحالي كتبها لي في لي كومونتير. المهم هادي ديال طومي جيري هاد الكيط ما زوينه عجباتني ملي شفتها وشفت فيها سيرتو طومي جيري. انا شريتها اصلا على طومي جيري ولكن ملي لبستها عجباتني الصراحه، حتى الثوب ديالها زوين. علاش قلت لكم هذه؟ هذه تي بيجامه درت الطرف ديالها هنا والطرف ديالها في الاخرى. هذه تي بيجامه هذا السريويل ديالها، السريويل ديالها شبعت راسي حوايج شبعت راسي حوايج. هذه كنت شريتها من هنايا، هذا وهذا كنت شريتهم من هنايا، هذا وهذا التريكوات. هاد اللبسه كنت شريتها هنايا. ايوا هذا واحد البرد كاين بدون هواك كتمشي تشري، بدون هواك كتمشي تشري هذا الحوايج السخان ويلي بدون هواك. هذا سوا زوون شحال حمقاتني هادي ملي شريتها ولبستها بزاف. هادي هادي لقيت شي بوست غادي نحطها ما لقيتش خليوني تلبسها زوينه. هادي عجبتني بزاف. هاد الجين كنت خديته من المغرب حتى هو مع هذا هاد اللبسه الجين.
قاتني هاد اللبسة الصراحة. خديت هاد تريكو جين من الفوق، ومنين لبسته مع الجين حاولت ناخذ نفس الجين ديال الفوقاني ديالو، عرفتي جاتني لبسة واو هذا. والتريكو ديالو صراحة زوينة. فراسكم هذا الاس، والله الا الاس بالله اس هاد التريكو. هذا سفيان اللي لصقوا فيا، سفيان اللي زعما لقاه وعجبو ملي لبستو عجبو هاد التريكو. والله الا سفيان اللي عجبو قال لي هاك لبسو، مشيت لبستو يقول لي جاك واعر، قلت له صافي نشريه. هذا بدوق سفيان، سفيان اللي عجبو هذا. هادي كيطما بحال ديك الخضره اللي وريتكم، حتى هي في الغوز، شبات راسي كيطما سبور هي والسريويل ديالها. صافي الاكثريه جبت انا الحوايج، لان كانت اصلا مضروره فيا غير الحوايج. نفس الكيطما فهاد اللوين خضر، نفس الكيطما نفسها نفس الغوز. وخديت هادي حتى هي الفوق ديالها، هادي الال الفوق ديالها ومن الفوق ديالها. شنو شي مزال، ها هادي شريتها لاصال، هادي شريتها لاصال، هادشي هادي زوينة ديال لاصال هي و هي و السريويل ديالها، هي و السريويل ديالها. هادي الام، هادي عجباتني ديال لاصال، ان شاء الله غدا ناوية نمشي لاصال. هذا بحال هداك اللي وريتكم، ايوا هاد التريكو تا هو خديتو. فهاديك المحفظه الكحله الا كانت تتبان فيها الصراحه غير البونيات اللي كنت ندير، وفيها شريت ليغات، فيها السوفيت مات سليبات الصراحه ديك عمرتها كامله غير سما هذيك اللي ديت معايا للطيار. صافي كاين هاد العوينه، هادي شريتها ليا سكينه باش نديروها في الدار ديالنا، زوينه كيديروها التواركه بزاف حيدو العين زعما. صافي وهاد المرايه حتى هي جات ثاني زوينه هاد المرايه. ايوا هادشي اللي شريت، ويلا قص عليكم شي حاجه ما تسمحوليش. صافي هادشي اللي شريت الحباب، الصراحه كيف قلت لكم برعت راسي انا حوايج، ما جبت حتى شي حاجه لشي واحد باش واحد ما يبقاش فيه الحال، حيت انا بحال هكا، انا اين فوا نجيب لشي واحد خاصني نجيب الكل شي ما يمكنش. وما كانش بعيد الوقت باش مشيت لتركيا ديك المره الصراحه، صغور فينا محمد كرم برعتو في ديك المشيه، ولد اشرف يعني، في هذه المشيه قررت باش الصراحه نشري غير الحوايج. تخيلوا معايا الحوايج اللي كانوا عندي راه كباره ما يمكنش، تخيلوا معايا شوفوا الفرق، هذا ديال الاخر، شوفوا الفرق ما بين هذا وهذا، راه ما يمكنش، عرفتي راه الحوايج كلهم ولاو يجوني كبار. صافي حتى خسر عاوتان هذا الام، هذا الام الال، هذا الال، وهذا شنو هذا التريبل، تريبل واو والله هي حتى التريبل، شوف هذا تريبل اكس ال. صراحة الحباب عرفتي راه تغير كبير، غتشوفوه من الفيديو الصراحة اللي وريتكم قبيلة. عييت بزاف. نرجع للمقدمة، داكشي اللي قلت لكم نتمنى تكونوا فهمتوني، واخا ما عرفتش واش وصلت الميساج ولا لا، ولكن النقاش اللي كان بيني وبين سفيان على قبل كنت باغا ندير عملية النيف ديالي، ولكن قال لي لا جيتي زوينه صافي وبركه من هادشي ديالك، وديها دابا في دواك ديها في هذا. حاليا الحمد لله كنديها غير في الدوايا. شكرا لكم بزاف، نخليكم على خير. اي حاجه درتها يا زوينه يا خايبه كنبارطاجيها مع الحباب ديالي.
تنشاركوا معكم الحاجه الزوينه والخايبه. اكيد نشارك معكم حتى الحاجه اللي كنت غادي نقولها انا سفيان اللي حبسني، لان الموضوع ضر وديال بصح ما بغانيش نديرها، وكنت انتريسي اصلا غدا باش نديرها الكونترول ديالي، وكنت باغا ندير لوبيراسيون ديال النيف ديالي. هادشي اللي كاين الحباب، خلي نقرا لي كومونتير ديال هاد الفيديو، قولوا لي بصحه الحوايج. ومازال ان شاء الله ملي يصوب الدريسينغ وهذا غنشري حويجات مازال. كل الحب والاحترام لكم، نموت عليكم واحد بواحد، نحبكم كاملين. باي باي.